حنا بالنسبه لنا كفئه لحقنا واحد الحيف واحد الظلم واحد الاقصاء اللي هو طويل لواحد المده طويله وكان الاتفاق ديال 26 ابريل 2011 كان انصفنا على اساس اننا سنترقى الى خارج سلم، الا ان الوزاره ظلت تماطل والحكومات المتعاقبه لم تنفذ جزء من هذا الاتفاق اللي هو خلق درجه جديده لمحدودي الترقي اللي حنا كان محسوبين عليهم. وهذا احنا خدينا واحد البرنامج نضالي متواصل انطلاقا من 2018، انطلاقا من شهر 10 2018 كان توقيف فقط واحد المرحله ديال حاله الطوارئ الصحيه، وعدنا من بدايه 2021 وعدنا بمجموعه من المحطات النضاليه، واخر هذه المحطه هو البرنامج النضالي اللي اعلنا عليه في 11 مارس اللي فيه مجموعه ديال الوقفات امام الاكاديميات والمديريات. واليوم عندنا يومي اضراب 26 و27. هذا الحضور اليوم اللي هو نتيجه ديال مجموعه ديال التماطلات اللي كتستمر فيها الوزاره بدون حل لهذا الملف، ملف المقصية اللي عمر لمده سنوات طويله بعد الإقصاء اللي طال هذه الفئة ديال أساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد في النظام ديال 2003. وحاولت الوزارة في اتفاق ديال 2011 مع المركزية النقابية بتجاوز هذا الإقصاء لموظفي الدولة بإتاحة الترقي إلى درجة جديدة اللي هي بطبيعة الحال الدرجة الممتازة، ولكن الحكومة يعني المتوالية من 2011 حتى 2023 لم تنزل هذا الاتفاق، هذا الاتفاق اللي قلت عمر طويل وتم التنفيذ ديالو للأسف في بعض القطاعات اللي هي الصحة والعدل والمالية، ولكن تم القفز على التعليم اللي هو كيتعتبر قطاع حيوي واللي كيتعتبر بطبيعه الحال هو اولى الملفات بعد الملف الصحراء. كي كتشوفوا ساحه بابرواح تعج بنضالات شغيله تعليميه، فتحيه للمقصين خارج السلم، تحيه كذلك لاساس زنزانه شرا خارج السلم التاسع. اليوم تلبيه للبيان التمديدي الذي جاءت به التنسيقيه والتي والداعيه الى اضراب يومين 26 27 ابريل مع وقفه ممركزه نهار 29 اللي هي دابا ببابرواح. نطالب السيد الوزير التربيه الوطنيه وكذلك التربيه الوطنيه والتعليم الاولي انصاف هذه الفئه وحل حاله جميع الملفات، لا يمكن الحديث عن نظام اساسي جديد دون انصاف هذه الفئه. رغم نظر للمعيشه التي تعرفوها المغرب حاليا، ولا بد من النظر الى النساء ورجال التعليم، ولا يمكن الحديث عن جوده دون انصاف الموارد البشريه.